كاس العالم اللقاءات. يلا يلا محمود. الفوز الحقيقي استضافة كأس العالم. الفوز الحقيقي استضافة كأس العالم، هذا يكفي أن اليوم العالم كله يتفرج علينا. يلا يلا بالفعل الآن قطر هي صارت هي محطة أنظار العالم حقيقة. يعني قطر أول يمكن نص العالم ما يعرف قطر، أين قطر؟ الآن صارت قطر هي أشهر دولة بالعالم نظراً لهذه البطولة. رحبوا، قال احنا نرحب بالعالم بس في هناك حدود، في خطوط حمراء لابد ان احنا نحترم عادات تقاليد. عزيز دائما اقول هذا الانتقاد هذا شيء محفز وشيء دافع ان نستمر قدما على ما نحن عليه. يعني بالعكس هذا شيء طبيعي وشيء صحي ان تجد انتقاد، ومن بعد الانتقاد انت تعرف نفسك وتعدل المسار. صعب سنغالي فريق اول هولندا اخر دقيقتين جابوا.